هاني. عايزيني بسبب الموضوع ده؟ أنا برضو بطمن عليكي، بس بصراحة هو ده السبب الأساسي. أنا رحت القاسر وقال لي إن أنت ممكن تفيديني. رحتي القاسر ليه؟ إيه اللي أنت عارفاه يا زينب؟ أنا اضطريت أنا وأهلي بسبب الموضوع ده، وبجد مش هقدر أقول أي حاجة تانية، كفاية اللي جرالي. ما هو اللي جرالك ده مش هيخلص أبدا غير ما تتكلمي وتقولي الحقيقة. أنا عارفة إن أنت تعبتي وضحيتي كتير، يعني دفعت تمن غالي، كل ده هيضيع لو ما اتكلمتيش. أنا أبويا اتنقل من شغله وخي اتلفقت له تهمه ودخل السجن بسبب الموضوع ده. ايه؟ انا غلطانه اني قابلتك. زينب اللي انت هتقوليه محدش هيعرفه. نفس الكلام اللي قاله ياسر بالظبط. عمر بريء. استاذ عمر مات والحي يبقى من الميت. عمر عايش. عايش ما ماتش. بس ممكن يموت وممكن يتقتل لو انت ما اتكلمتيش. انا ما اعرفش انك هتكلميني في الموضوع ده. والله ما اعرف. طيب انا هقولك على كل حاجه، بس اقسم بالله لو حد عارف اني قلتلك اي حاجه لاكون مموته نفسي، عشان مش عايزه اي حد من اهلي يتاذي تاني بسببي. فاهمه؟ كبار وايديهم طايله وممكن ياذوكي. لا ما تقلقيش، ما يقدروش، لان انا اصلا بالنسبه لهم ولا اي حاجه، واللي كان ينفع اقوله قلته وخلاص. اطمني بقى يا ماما. اطمن ازاي بس؟ انا مش هطمن الا في حاله واحده، اما تبعدي نفسك عن القصه دي كلها وترحمي نفسك وترحمينا يا زينب. حاضر يا ماما، من بكره ان شاء الله هنزل ادور على شغل وهبعد نفسي وابعدكم يا ستي عن المشاكل دي كلها. انا ما كنتش اعرف ان المشاكل دي كلها هتحصل بسببي، والله العظيم ما كنت اعرف. انا اسفه بقى، سامحيني. ربنا يسامحك يا زينب. يصلح حالك يا بنتي، ابعد عنك ولاد الحرام يا رب. بقول لك يا حماده، انت تفضل قاعد كده؟ اعمل ايه يعني؟ انزل اتحرك، شوف لنا اي حاجه ناكلها. انزل يعني؟ ايوه انزل. انا هدخل الحمام، على ما اخرج تكون جيت. بقول لك ايه طيب؟ في موضوع مهم عايزك فيه. ايه؟ في واحد جه هنا وسال عليك. طيب لما ترجع نبقى نشوف الموضوع ده.
اعرفش ان انت عايش، والله العظيم ما اعرف. بس عارف انا هنا ليه صح؟ ليه؟ انا اضيها استهبال يالا؟ انا مش فاهم هو في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما عملتش حاجه غير شغلي، ما تسيبوني في حالي، كلكم بتكلموني ليه؟ ما تكلم الاستاذ جبر. جبر هو اللي ادى امر بالنشر. امال هنشره من غير ما يقول لي؟ المصدر. مين المصدر؟ ومش همشي من هنا غير لما اعرف هو مين. خد بالك انا ميت قدام الناس وقدام القانون، انا ميت. يعني لو ارتكبت جريمه قتل لا هيتقبض عليا ولا هيتوجه لي اي اتهام، فاهم؟ اه فاهم. انتوا عايزين ايه يا اولاد الكلب؟ ايه؟ هموت. لو قلت لي احتمال تعيش، لكن لو ما قلتش هتموت هتموت. الموضوعين اللي اتنشروا كانوا جايين من مصدرين غير بعض. موضوع التخابر اتنشر بأمر من الأستاذ جبر. موضوع ان هم لو مات جاي من حد تاني. حد تاني مين؟ لحد هنا ولا ما اعرفش. انت حد تاني مين؟ ما اعرفش. اقول اقول تمام. ضابط ابن دولة اسمه اللواء سلامة. انت تعرفه منين؟ انا شغال معاه من سنين. مخبر يعني؟ من 6 سنين اتمسكت بحشيش وكنت هلبس قضية واتفصل من وظيفتي. الضابط ده اتدخل وحل المشكلة بشرط اني اتعاون معاه، بس انا ما كنتش ببص على حد ولا هو كان عايز كده. كل المطلوب مني انه بيكلمني انشر له اخبار او مواضيع زي الموضوع بتاعك، وساعات كان بيجيني الموضوع مكتوب جاهز. كل اللي بعمله اني بجمعه وانزله. وجبر ما كانش بيقرا المواضيع دي؟ الاستاذ جبر كان مديني اوامر ان انشر اي حاجه تجيني من المصدر ده، بس اقول له الاول عشان يظبط الصفحه. يعني جبر كمان مخبر؟ طب لما جبر كده مظبط معايا يعني بيلجالك انت ليه؟ معرفش، يمكن عشان يبقى مسيطر على الكل ويطمن ان الموضوع بتاعه هيتنشر زي ما هو عايز. ساعات كمان كان بيكلمني في التليفون اقرا له الاخبار قبل ما تتنشر بيوم ويعدل فيها حاجات، بس انا عمري في حياتي ما قابلته. يا راجل كل التعامل بينا كان بيتم من خلال التليفون، وانا لما كنت بحتاج اي خدمه او يطلبوني اروح الجهاز كنت بتعامل مع ضباط تانيين شغالين معاه، لكن عمري في حياتي ما قابلته ولا اعرف عنه اي حاجه باستثناء انه لواء واسمه سلامه. وحتى ده مش حقيقي، لان مره قلت لظابط من اللي شغالين معاه سلم لي على اللواء سلام، فما خدش باله انا بتكلم عن مين، فعرفت انه اسمه الحركي. وانا قاعد معاك بقى هنا لغايه لما تقول لي اوصل للواء سلام ده ازاي. انا اعرف واحد ممكن يوصلك. مين؟ بس طلعني من ام الموضوع ده وما اشوفش وشك هنا تاني، لا انت ولا اي حد تاني. أنا ماليش سيطرة على أي حد، ولو كنت بتبعتني وبتضحك عليا فأنت هتشوفني مرة واحدة بس قبل ما أخلص عليك بالظبط. طب ولو كنت بقول لك الحقيقة؟ على حسب. عايز أعرف حاجة تاني هاجيلك برضه تاني. حوار الحشيش اللي أنا اتمسكت بيه ده اللي قلت لك عليه من شوية، لما دخلت الحجز اتعرفت بواحد هناك اسمه حمادة الرئيس، مسجل خطر وأكبر تاجر مخدرات. هو اللي فتح معايا كلام لما عرف ان انا شغال في الصحافه، وقال انه هيخرج وان القضيه بتاعته اتظبطت لانه شغال مع اللواء سلامه، وقال لي كمان لو انا عايز اخرج من المشكله بتاعتي دي اوافق ان اتعاون مع اللواء سلامه. معرفش بقى اذا كان عمل كده من نفسه ولا اللي هو زقه عليا عشان يجندني.
بس انا خدت تليفونات حماده ده وكلمته كذا مره ورحت اشتريت منه حشيش وبنجو. ولو زي ده يجن التاجر المخدرات ليه؟ معرفش، بس كل اللي اعرفه متاكد منه انه حماده الرئيس ده هو اللي ممكن يوصلك ليه. على فكره انا هدي لك كل تليفوناته وعنوانه. بس أرجوك حل عنك.